الإنسان، ويوجد في الدستور والقوانين ما يكفي لمراعاة حرية الإعلام، ويوجد في القانون وفي الدستور ما يكفي لاحترام كرامة الإنسان والمواطن العراقي، يوجد في الدستور وفي القانون ما يكفي لأن نجعل من ساحة التحرير ساحة مظاهرات ومطالبات مشروعة لا أن تكون ساحة معارك. وأنا أقول الإعلاميين الذين تم اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية، وبعلم السيد القائد العام للقوات المسلحة أكيدا، هؤلاء تم توقيعهم على تعهدات. كلمة جميلة قالها السيد رئيس مجلس الوزراء أنه فقط الأنظمة الدكتاتورية هي التي تخشى التظاهرات. إذا لماذا يا سيادة رئيس مجلس الوزراء يتم توقيع الإعلاميين على تعهد بعدم اشتراكهم في، يتعهدون أنهم لن يشتركوا في تظاهرات ضد الحكومة في أي قانون وفي أي دستور يقع هذا البند؟ ثم لماذا يتم الاعتداء على قنوات فضائية ومصادرة أجهزة، وهناك قناة فضائية هي القناة البغدادية، مجلس النواب واللجنة التي شكلت لتقصي الحقائق أثبتت عدم تورطها في أي شيء، وصوت مجلس النواب على إنهاء هذا الموضوع. كل الجهات ذات العلاقة أكدت أنه لا يوجد سبب يستدعي الإغلاق إلا لأن هنالك رغبة شخصية من شخص معني. شخص آخر، أنا أحترم كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء، أنا أحترم كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء بأنه قال أنه لن تدفعه لا المحسوبية ولا الحزبية إلى الإبقاء على المفسدين، وأنا الآن ألزمه بما ألزم نفسه به. سيادة الرئيس، نقطة نظام، حضرتك مسؤول عن هدوء الجلسة، رجاء أنا من حقي أن أتكمل. هدوء رجاء، وهذا التشويش من أعضاء دولة القانون علي، والآن ما يقبلون أنه إحنا كممثلة شعب أنه أتكلم، فليعلم الشعب العراقي. سيادة رئيس مجلس النواب، كلمة قالها السيد رئيس مجلس الوزراء أنا الآن ألزم بها، قال أنه لن تدفعه لا الحزبية ولا المحسوبية ولا أي شيء إلى الإبقاء على أي شخص غير كفو. أنا هذه الكلمة أحترمها وأدعوه اليوم لأول تطبيق لها بإقالة السيد رئيس مؤسسة الشهداء الذي وافق على إفاد 10 أشخاص إلى 8 دول أوروبية، 45 يوم من التجوال، تكلف الدولة ما لا يقل عن 3 ملايين دولار في الوقت الذي فيه عوائل الشهداء، النظام البائد وعوائل الشهداء، فأنا أطالبه بدماء الشهداء أن يقيل رئيس مؤسسة الشهداء. شكراً شكراً.